الاسم لبنى بدر الدين، رئيسة تعاونية محصول تساوت. الإنتاج الكسكس والمنتوجات الفلاحية وتثمين الحبوب. التعاونية كتقوم بالإنتاج الفلاحي 100%، وكيتركز الإنتاج ديالها على تثمين الحبوب بصفة عامة كالقمح والشعير والذرة وزريعة البسباس، وكذلك بعض الخضروات وبعض المنتوجات الطبيعية اللي كتزخر بها منطقة العطاوية. حصلت على دبلومات في التعليم العالي، وكذلك أنا عندي دبلوم في المساعدة البيطرية. قلبنا على واحد البروجي فما لقيناش شي بروجي اللي يقدر يعاون النساء باش يخرجوا من هذيك القوقعة اللي كانوا فيها إلا الإنتاج الفلاحي، بحكم أنها المنطقة الإنتاج ديالها فلاحي 100%. خدمنا مع جمعية كلال، درنا مع شراكات منذ 2019، كدير معنا تكوينات للنساء، كدير معنا تكوينات في الحاضر وعن بعد كنساء، باننا وصلنا واحد الصوت اللي كان يعني مطموس، وصلناه يعني انه خرج ارض الوطن، والنساء ديولنا يعني ولات عندهم واحد الدخل معتمدين عليه، ولينا يعني ساهمنا بالتنميه بحكم انه النساء عندنا ما قارينش، يعني تعاوننا وخدمنا باش وصلنا لواحد النتيجه، هي اننا حاربنا الاميه ووصلنا واحد المنتوج اللي كيخدموه نساء ولا عندهم واحد الدخل. بل البروجي يساعد النساء القرويات باش انهم يحسنوا من الوضعيه ديالهم، باش انهم داك البرودوي اللي كينتجوا ما يبقاش متمركز على السوق المحلي، باش يخرج حتى هو ويدير بلاصتو في السوق العالمي. بالطبع التعاونيه الا ما دارت شراكه خارجيه ما عادش تقدر على البروجي راسه، هذا علاش درنا شراكه مع اسوسياسيون كولال. طبعا الجمعيه يعني واقفه معنا من ناحيه التكوينات، من ناحيه التسويق الخارجي، من ناحيه انها كتقلب على شراكات اخرين باش تجيبهم لينا باش يقدروا يعاونونا على البروجي يزيد القدام. التعاونيه تقوم بالتاطير وتاطير النساء في وضعيه صعبه، وكتقوم بتاسيس تعاونيات جديده، على سبيل المثال تعاونيه صفاء زوز.